خالد سلامة مراسلنا على الهواء مباشرة، ينضم إلينا من تورونتو في كندا. خالد، ما الذي كان مستهدفا من وراء هذا اللقاء، وكيف يتفاعل الموقف الكندي، لأنه بدأ بمستوى ويبدو أنه تطور إلى مستوى آخر في الأيام الأخيرة؟ نعم أحمد، على الصعيد الكندي خاصة على صعيد الخارجية، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قامت بجولات مكوكية حملتها إلى عدة دول. بالطبع هي ذهبت إلى بروكسل خلال الاحتفاء ب 75 عاما على تأسيس حلف الناتو، وتوجهت إلى فرنسا وزارت عدة دول أخرى، وأجرت اتصالات كثيرة أسفرت عن حلحلة في موقف المساعدات. أيضا الموقف الكندي تغير ليس كثيرا ولكن تغيرا لافتا عندما بدأت الخارجية الكندية وبدأ رئيس الوزراء الكندي في التحدث بطريقة مختلفة قليلا تجاه الموقف الإسرائيلي، خاصة في الأيام الأخيرة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي باستهداف 7 من عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي. كندا لها اتصالات عديدة، وكان أيضا وزير التنمية والتعاون الدولي أحمد حسين زار دول عربية وهي مصر والأردن، حيث نسق مع المسؤولين فيها عدة سبل لتوصيل المساعدات. كانت وقتها السبل التي بحثها الوزير أحمد حسين خلال تواجده في مصر أمام معبر رفح، وعندما رأى مئات الشاحنات تقف انتظارا لعبور هذا الحد الفاصل والبوابة بين الجانبين، نشد العالم ونشد الجانب الإسرائيلي في السماح لهذه الشاحنات بالدخول، لأن الشحنات التي كان يتم إنزالها جوا هي لا تكفي، عشرات الشحنات التي كانت يتم إنزالها من الجو لا تساوي حمولة شاحنة واحدة من مئات الشاحنات التي تنتظر في الجانب المصري. أيضا الجانب الأردني قام بالتعاون مع الجانب الكندي بإنزال جوي لبعض هذه الشحنات، ولكن العالم كله شاهد كيف أن هذا الإنزال الجوي أولا غير مناسب، لا يلبي الحاجة الملحة ل 2.2 مليون لاجئ ومشرد ومن أهالي غزة في حالة إنسانية متدنية ومزرية جدا. هذه الجولات المكوكية التي قام بها سواء وزيرة الخارجية أو الوزير أحمد حسين، وأيضا المحادثات التي أجراها جاستن ترودو مؤخرا، أحدثت تحولا بالفعل وبالتالي أثرت على خالد. وصل إلى حد النظر في إمكانية تعليق وصادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل مثلا، أم أن هذا الأمر ليس مطروحا بشكل جدي في هذه المرحلة؟ أحمد، هناك تطور خطير وأشكرك على هذا السؤال، لأنه في اللحظة التي نتحدث فيها الآن آخر تطور قام به الجانب الإسرائيلي، ولكن ليس الجانب الإسرائيلي الرسمي، هنا لوبيهات صهيونية ويهودية كبيرة جدا جدا قاموا في وقت متأخر من الأمس ونحن في ساعات الصباح الأولى اليوم بتقديم قضية، برفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية، يطالبون فيها الحكومة الكندية بإلغاء قرارها والعدول عن إعادة تمويل الأونروا. هذا هو الذي قامت به جمعيات يهودية أيضا، لأنهم يريدون التغطية ووضع قنابل دخان على ما على الحادث الرهيب الذي رفضه الجميع، وأيضا رفضته كندا بعد أن كان هذا لا أقول مستحيلا ولكن كان صعبا للغاية. ولكن كندا حاليا أصدرت قرار بوقف تصدير أي أسلحة جديدة، لكن مع تنفيذ الشحنات التي تم الاتفاق عليها سابقا. إذن يجب أن نفرق ما بين شيئين، الشحنات القادمة والشحنات التي تم الاتفاق عليها، هذا بالنسبة لتصدير الأسلحة. أما بالنسبة لأشياء مقبلة فهذا لا زال في حد عدم التنفيذ وعدم السماح، وبالتالي عدم إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير السلاح لإسرائيل. هذا الأمر
مقلق للغاية لإسرائيل، للجالية اليهودية هنا، وهناك تنسيق كامل ما بين تل أبيب والجاليات اليهودية واللوبيات الصهيونية الناشطة بكثرة وبفعالية هنا في كندا، نعم. ولها تأثير في العديد من المجالات. أحمد خالد سلامة مراسلنا على الهواء مباشرة من تورونتو في كندا، أشكرك شكرا جزيلا.